ومن خصائص يوم الجمعة كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الله يتجلى لعباده ولأوليائه في الجنة، ويكون أقربهم منزلة إليه أقربهم إلى الإمام، وأسرعهم منزلة إليه أسرعهم إلى الحضور ليوم الجمعة. الدليل ما جاء عند ابن ماجه وعند البيهقي وحسنه المنذري والبوصيري واحتج به ابن القيم هنا أن علقمة قال أتيت مع ابن مسعود رضي الله عنه فوجد أن ثلاثة قد سبقوه، فماذا قال رضي الله عنه؟ قال رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. ثم قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول والثاني والثالث والرابع، ثم قال وما رابع أربعة من الله ببعيد.